وعاش حياة صعبة، عاش أيام أصعب من أيام الثورات اللي احنا عشناها، عاش ذل حقيقي وعبودية حقيقية وتعب حقيقي. هو أصلا من سبط يهوذا، لكن ما كانش فارق عند المصريين انت منينه سبط، لانهم كانوا بيبصوا لشعب الله كلهم انهم ايه، انهم عبيد. حتى ادوهم منطقة كده وحديها ناحية بلبيس، منطقة بعيد عن الشعب الفرعوني كله، نوع من انواع التمييز زي ما حصل كتير في بلادنا. الراجل ده حضر تحديات رهيبة وعبودية رهيبة، وحضر بدايات لما موسى جه وحصل التحدي بينه ما بين فرعون والعشر ضربات والخروج، وراحوا في جبل سانت كاترين هناك وتراء الله وادهم الشريعة وعايزين يبنوا ربنا بيت. خلوا بالكم قبل الوقت دوه ما كانش فيه حاجة اسمها كهنوت، كان لسه الكهنوت ما تأسس، يعني أول راجل كاهن هيتمسح كان لازم يبقى فيه مذبح ولازم يبقى فيه خيمة اجتماع، مش كده؟ طب قبل كده كان الذبيحة تتقدم ازاي والكهنوت ازاي؟ اسمه الكهنوت الآبائي، اللي هو شخص يقدم ذبيحة عامة عن نفسه وعن عيلته بس. طب في مصر هنا اتقدمت ذبيحة؟ أيوة في مصر اتقدمت ذبيحة، لكن ذبيحة بلا مذبح، وذبيحة كان الكاهن فيها رب الأسرة، والذبيحة دمها ما ترشش على المذبح لكن ترش على العتبة العليا وإيه ها والقائمتين، ودي الذبيحة الوحيدة اللي ما تحطتش الدم بتاعها على المذبح. طب عايزين نأسس بقى الذبائح والكهنوت والأعياد، كل ده محتاج بيت لربنا يتبني. موسى لما طلع فوق الجبل يا جماعة قعد 40 يوم، زلازل وظلام وضباب وبوق وصوت مرعب خلى الشعب كله يقول احنا خايفين، وموسى قال مرتعب، قعد 40 يوم، مش بس عشان خاطر يستلم الوصايا العشر دي، اسمها الوصايا الأساسية، لكن استلم خيمة الاجتماع. استلم ايه؟ استلم كيف اعبد ربنا، كيف ادخل لله، في حاجة اسمها دار خارجية وقدس وقدس اقداس، ازاي مين يتقدم لغاية الدار الخارجية ويعبد ربنا ازاي، وايه اللي يحصل في القدس وايه اللي يحصل في قدس الاقداس، واستلمها بمقاييس دقيقة. زي الآباء ما قعدوا في البراري سنين طويلة وابتدوا يتعرفوا على ربنا ويشوفوا ربنا ويدخلوا في صراعات فكرية، ازاي الله واحد وثلاثة أقانيم، ويعلن الله ايه هو مفهوم الفداء، ايه مفهوم التبرير، ايه القداسة، ايه منظر السماء، كلام ده كلام خد وقت من الآباء. طب ناس كتير أمنت بالكلام دوه، عندنا بقى احتياج للشخصية بتاعتنا النهاردة اللي طلبت مني ان انا اقدمها، وانا بحب الراجل ده ومن تلاميذه ومن عشاقه ومن زمان، من زمان يعني الاسم ده في قلبي وفي روحي، وانا بعتبر نفسي واحد من الناس العظماء اللي انا اتلمست على ايديهم. الراجل بتاعنا دوه الراجل اللي صنع خيمة الاجتماع، خادم صنايعي. خادم ايه؟ ردوا علي، خادم ايه؟ صنايعي. احنا محتاجين الايام دي لخادم صنايعي، لخدمة صنايعية. يعني ايه خادم صنايعي؟ هنشوف الراجل ده حكايته ايه. ربنا دعاه دعوة خاصة، اسمه ايه؟ قال كده في، هتلاقوا الكلام ده خروج 31، انظر قد دعوت بصلائيل ابن اوري ابن حور من سبط بنيامين باسمه. اسمه ايه؟ افتكروه، اسمه ايه؟ بصلائيل. وافتكروه اوله بصل واخره ايل، يبقى على بعضيه ايه؟ ها بصل. افتكروا الاسم ده مهم، بصلائيل ابن اوري. مين بصلائيل ابن اوري دوه؟ كلمة بصلائيل معناها في ظل الله، وأور اللي هي أورية يعني ربنا نوري.
ازاي اقعد في ظل الله وفي نور الله واتملي من ربنا بحيث ان انا اتعلم كيف اشتغل، كيف ابقى صنايعي. الراجل دوا زي ما بقول لكم اتسطم كتير في حياته، راح في الايام العبودية اشتغل نجار واشتغل حداد واشتغل حاذق واشتغل في القماش واشتغل في التطريز واشتغل في الذهب في ايام العبودية، زي ما حصل كده الايام اللي فاتت ايام الثورة، واخد بالك الواحد ايه يعمل مشروع ويعمل ايه ها ويقفل ويفتح مشروع ايه مشروع تاني. اتسطم في حيات كتيرة في بلدنا هنا في مصر ايام العبودية. ليه يا رب تسيبني اتسطم؟ وليه يا رب اخسر في الشغلانة دي واطلع من الشغلانة دي للشغلانة دي؟ عارفين المثل المصري اللي يقول لك ايه، 10 صنايع ها ادي اللي انت عارفاه، البخت ضايع يا اختي. 10 صنايع والبخت ضايع. هو بقى اشتغل ال10 صنايع ده بجد مش بهزار، وهوريكم الكلام ده مش جايبه من عندي، ده هتلاقوه في سفر الخروج واصحاح كام، اصحاح كام زي ما قلنا 31، ما تنسوش الاصحاح ده. ونفسي تصاحبوا الراجل ده شوية وتقعدوا معاه. طيب الراجل ده عمال ينتقل من هنا لهنا لهنا وحاسس يا رب انا مظلوم، يا رب انا فاهم في كذا وفاهم في كذا. وكان في واحد تاني من سبط دان برضو نفس القصة، اسمه ايه، اهولياب ابن اخي سماك، ده من سبط دان نفس القصة، تسطم بقى في شغلة لشغلة لشغلة لشغلة. والاتنين دول مشهورين انهم من احسن الناس الصناعية في الخشب، يعرف يعمل حتة خشب حلوة، وفي النحاس وفي الذهب وفي الاسمنجوني. فراجل شغال صنايع كتيرة، ويا رب ما فيش ولا شغلانة ثابت فيها، عمالة تجلبني من شغلانة لشغلانة لشغلانة. ليه ظروفي تبقى صعبة وليه وضعي يبقى صعب وليه دنيتي تبقى كده يا رب؟ وعمالة يئن وإيه بيشتكي لربنا دايما من اللي بيحصل معاه، وهو مش عارف ان ده اعداد من الله ليه المهمة الكبرى العظيمة اللي ربنا هيشغله فيها. طلع موسى خد الرسم الهندسي بتاع خيمة الاجتماع، وجي الشعب كل الشعب بقى هنبني بيت لربنا بقى، تخيلوا بقى عايزين نبني كاتدرائية للعذراء او عايزين نبني الكنيسة بتاعت العذراء، تلاقي كل الناس الستات خلعت الذهب والرجالة فكوا الشهادات والناس ابتدت تتبرع، واللي ب50 قرش واللي ب1000 جنيه واللي ب100 ألف واللي بمليون، كل الناس حسب امكانياتها ابتدت تعمل ايه، تدي، لدرجة الناس بيجوا يجيبوا تبرعات اكتر منين ها من الطلبات. فجي نبهوا على الناس ما حدش يجيب تاني من كتر ما ايه ما جاب. دلوقتي عندي كومة التبرعات الكبيرة دي تمام، وعندي الرسم الهندسي اللي ربنا طالبه لبيته، لكن في واحد الدور الاهم، مش هقول الاهم والمهم، دور مهم جدا، دور هيتوقف عليه كل شيء. مين الشخص الصنايعي اللي يمسك شوية الخشب دول على شوية النحاس دول على شوية الذهب دول على شوية الفضة دول، ويجي في الاخر يطلع منهم ايه يا جماعة؟ بيت ربنا، بيت ربنا، مش شوية ذهب على شوية، لا ده الخامات كده. تمام، وادي الرسم الهندسي، مين يقدر يطلع من الخامات دي الرسم الهندسي؟ يقول له كده انظر، قولوا معايا الآية واحفظوها الله يخليكم، مش كتيرة الآية دي على الرجل العظيم ده، قولوا معايا، قولوا قولوا وتقولوا معايا لا مؤاخذة، قولوا معايا انظر انظر، ربنا شايفك من ورا الكمامة، العدرة شايفاك ما تحكوش عليا، انظر، قد دعوت بصلائيل ابن أور ابن حور، ابن أور ابن حور من سبط يهوذا باسمه، وملأته من روح الله. ملأوا ايه؟ 4 حاجات مهمين، دي بقى العطايا الأربعة المهمين. ملأوا من روح الله، قولوا معايا، كل حكمة، قولوا معايا حكمة، فهم، معرفة، وكل صنعة. ملاك مرح كم حاجة؟ 4 حاجات، ملاء، حكمة، وفهم، ومعرفة.
يقال إن درجات المعرفة هم التلاتة دول. أول درجة في المعرفة العلم، المعلومة، إنك يبقى عندك معلومات، دي أول درجات المعرفة. تاني درجات المعرفة إنك تفهم المعلومة اللي أنت إيه عرفتها، لأن في ناس يبقى عنده معلومة لكن إيه مش فاهمها. تالت درجة اسمها الحكمة، وأنا التلاتة دول هعدي عليهم بسرعة لأن هركز على الرابعة. إيه كلمة حكمة؟ حكمة يعني حكم، يعني شخص يقدر عبر المعلومات اللي فهمها يحكم على المواقف. لأن في شخص ممكن يبقى عنده المعلومة وعنده فهم للمعلومة لكن ما يعرفش يطبق، ما يعرفش يحكم على إيه على المواقف. فأعلى درجة في المعرفة درجة الحكمة. تاني علم، فهم اللي هو استيعاب وإدراك المعلومة. الحكمة القدرة على التطبيق، دي اسمها الحكمة. ده ملأوا من روح الله التلاتة دول، لكن هقف عند الرابعة كتير لأن دي اللي أنا محتاج أوصل رسالة النهاردة من خلالها. إيه؟ ملأت من روح الله كل صنعة. ملأوا إيه؟ يعني تتخيل روح ربنا يملك إيه أنت؟ يملك نجارة. طب وأنت يملك إيه؟ يملك حياكة. طب وانت يملكي ايه؟ يملكي صياغة ذهب او فضة. هو ممكن روح الله يملى واحد صنعة؟ صنعة؟ ربنا قال لموسى كده، انا ملأت من روح الله اربع حاجات. طب الثلاثة الاولين دول مفهومين، الاعلان روح الحكمة والاعلان في معرفته اللي هي الايه؟ العلم وايه المعلومات والفهم وايه والحكمة. لكن ايه قصة كل صنعة؟ يمسك حتة خشب كده ويمسك الرسم الهندسي بتاع المذبح، روح ربنا يملاه نجارة، يقول له حتة الخشب دي سيبها، دي مش بتاعة المذبح، دي هنحطها بس هنحطها فين؟ في مايدة خبز الوجوه. طب حتة الخشب دي، يروح ربنا يقول له لا، دي مش بتاعة مذبح اللي برة، دي بتاعة ايه؟ دي بتاعة التابوت، دي هتبقى حتة في التابوت او لوح من الالواح. دي ايوه هي دي، هدي. يقول له بس دي ملولوة ومعوجة. روح ربنا يخليه ينشرها كده ويخليه يضيف لها حته كده ويطلع منها لوح كده صغير، يقول له ده لوح من الواح الايه المسبح، ويجيب الحته التانية والثالثه. ازاي روح ربنا؟ روح ربنا مش حد تاني، ملأته من روح الله كل ايه كل صنع، ويجيب الحته دي جنب الحته دي جنب الحته دي، تبص تلاقي في الاخر طلع ايه؟ طلع المذبح. طب والحاجب بتاع المذبح، يقول له ايوه هات الحته الطويله اللي هناك دي، يروح جايبها يحطها يظبطها، يبص تلاقي في الاخر طلع من شويه الخشب الملولوين المعوجين دول شويه خشب الصنط. اللي فيكم يعرف خشب الصنط ده ايه؟ عندنا مثل في الصعيد يقول لك يا رب انا صنطة لا انفع ولا اشفع. ليه؟ خشب الصنط ده في ميزة انه مش بيسوس لانه رمز للمسيح اللي بلا خطية. لكن في مشكلة تاني، الخشب ده ما تطلعش منه الالواح الايه الطويلة، وخشب كله ايه فازاي ربنا ازاي ملى بصلائيل كل حكمة وكل فهم وكل معرفة وملا كل صنعة عشان يعرف يطلع خيمة الاجتماع، يعرف يطلع المسبح، يعرف يطلع المايدة، يعرف يطلع التابوت، يعرف يطلع الألواح والأعمدة من شوية الخشب اللي الشعب جابه. ازاي ست جابت له حلة نحاس مجنزرة؟ عارفين الحلة المجنزرة بتاعت زمان؟ مصدية يعني، انا متبرع بده. طب الحلة دي مجنزرة ست انت ما تنفعش خالص، روح ربنا يقول له دي تنفع، ياخدها وينزلها في النار ويسيحها وينقيها ويطلع منها الحلة المجنزرة دي، يطلع منها الصفائح، يطرقها، يعمل منها قاعدة لعمود من اعمدة خيمة الايه الاجتماع. فين الخادم الصنايعي؟ فين الخادمة الصنايعية؟ فين البصلائيل اللي فيكو؟
عايزين بصلائيلة وبصلائيل في كنايسنا. سيد المسيح قعد مع واحدة اسمها السامرية ملا حلة مجنزرة، حتة خشبة ملولوة، عمل فيها ايه؟ ها ها، اعطيني لأشرب. ده انت راجل وانا ست. وكان اليهودي يقف يشكر ربنا: فلنشكر صانع الخيرات الرحوم يهوى. صلاة الشكر بتاعت اليهود: اشكرك اني راجل مش ست، واشكرك اني يهودي لا اممي ولا سامري. فانا ست وانت راجل، وانا سامرية وانت يهودي، انت بتكلمني انا؟ ما انتوا بتوع ربنا بتحتقرونا، يعني احنا مش عاجبينكم، والرجالة بيحتقروا الستات. انت بتكلمني؟ فابتدى يعمل ايه؟ يشد معاها الكلام. قال لها: مستكترة على نفسك ان راجل ويهودي يطلب منك ده؟ انت لو مستكترة على روحك ان ربنا يطلب منك من خلال واحد من رجالته، يعني ده انت لو عرفتي من هو الذي يكلمك وربنا عايز يديك مش ياخد منك، كنت فتحت باب العشم وطلبت انت منه فاداك، مش تستكتر ان هو يطلب منك، كنت انت اللي طلبت منه يداك. ما هتقول له وبصت له بصة ستاتي. عارف البصة ستاتي؟ تبص لك تعرف الفكة اللي في جيبك كام. الستات دول فظاع في الحاجات دي، واخد لي بالك؟ فبصيت له بص: يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، هجيب منين المية دي؟ فقال لها: يعني انت تبقى اعظم من ابونا يعقوب؟ فرح بقى ايه، خدها في الحتة التانية. طب ابوك يعقوب اداك الايه البير دي تشرب وتشرب، لكن عندي مية اللي اديها لك، مي بيرك يبقى جوه بطنك وتنزل دلوك جوه بطنك يعني قعدت مع ده. انا مجرب خمس رجاله متطلقه خمس مرات وعايشه مع واحد بعقد عرفي، وياما بعتولي على الواتساب وكلام زي كده، محدش ايه محدش قال لي حكايه الميه دي تبقى جوه بطنك ومش يعني. طب اديني اعطيني من هذا الماء. قال لها: طب روح هاتي جوزك. قلت له: انت هتفتح لي جوزك ومش جوزك؟ قال لها: اصل فعلا ما كانش عندك جوز، ده انت اللي معاك مش بتاعك، وكان ارى انك نبي. راح جلب عليها الترابيزة. شوفوا ابتدى معاها الكلام ازاي، وشد معاها حوار وهي مجفلة اصلا الحوارات، مش عايزة حد يكلمها. بعد كده ابتدى يشوجها، ابتدى بيقول لها: اعطيني لاشرب، عايزة تقطع معاه الحوار، خلاها هي تقول له ايه؟ اعطيني لايه؟ هذا الماء. وبعد كده راح فتح معاها في عمق حياتها وكشف لها حياتها ازاي. احترم سؤالها. واحدة ست انت قاعد مع واحدة ست بتقول لها: انت متطلقة خمس مرات وعايشة بعقد عرفي، بتقول لي عندي سؤال في الطقس. ايه؟ انتوا بتقولوا الصلاة في اورشليم واحنا بنقول الصلاة في جرزيم، ايه الصلاة الصح؟ تخيل واحدة متطلقة خمس مرات وعايشة مع رجل في الحرام وبتسألك سؤال في الطقس، هتجاوبها تقول لها؟ هتجاوبيها تقولي لها ايه؟ رد، اذا هتجاوبيها تقولي لها ايه؟ ده انا لو سألتني انا يا اختي هنا ولا هنا؟ عايزة تعرف الصح الطقس ده ولا الطقس ده؟ يا شيخة كان مدرك صنايعي، شايف الست دي ورا سؤالها ايه؟ ورا عصرة، ورا سؤالها ايه؟ ورا سؤالها ست بص بتدور كيف تشبع، مش عايزة تدخل في تعقيدات معينة، هي عايزة توصل للشبع. عشان كده جوزت الغني والفقير، وبعد كده جوز، فعمل صنايعي عرف يوصل ليها واحترم سؤالها. بالمناسبة المسيح يعرف يشتغل مع اللي بيلف ويدور ولا لا؟ دي لو بتلف وتدور كان دوخها. مرة جم سألوا السيد المسيح سؤال، الناس بتلف والدوران يعني، مين خلصوا الناموسيين وخلصوا الكتبة والفريسيين جربوه؟ جولوا الصدقيين، دول ما بيؤمنوش لا بأبدية ولا بروح ولا بملاك، مش عارف بيؤمنوا بيه. فسألوه سؤال:
من بتاع اليومين دول، عارف بقى اللي هو فزلوك افندي ده، في عندنا حد اسمه ايه؟ ها؟ ردوا علي، اسمه ايه؟ اللي هو يسأل سؤال ملوش اي دعوة بالحياة خالص. قالوا ايه؟ موسى قال ان لو في واحد اتجوز واحدة ومات بدون ما يخلف، اخو الايه؟ الشخص ياخد الارملة ويقيم نسل لاخوه. قال لهم طيب وبعدين؟ قال له شفت المشكلة اللي عندنا؟ قال لهم ايه المشكلة؟ قال له واحد اتجوز وما خلفش فبقت ارملة، فاخوه كان 7 اخوات، اخوه التاني راح واخد الست دي واتجوزها، اسم الصليب ايه؟ مات برضه بدون ما تخلف. قال لهم وبعدين؟ قال له التالت بقى، انا لو واحده اتجوز 2 من اخواتي وماتوا على ايديها، انا هتجوز اخدها دي؟ طب ومراتي وعيال؟ وبعدين ما خلفتش من الاول والتاني، التالت طلع جدع وخدها، واسم الصليب ايه برضه؟ مات. قطع الـ3 من 7. ها الرابع اتجوزها وما خلفش، وايه محتاجة دي؟ اكيد عندهم عيال من زوجاتهم الاخرى اكيد، يعني اتعرفت ان هي اللي ايه؟ خلصت القصة؟ لا، الخامس. اموت وافهم مين الخامس اللي يتجوز واحدة مات على ايديها 4 اخوات ليه؟ ليه؟ ما يعني جابوا منين النفس دي؟ اتجوزها ومات، من السبعة فضل كام؟ 2. لو انت اخته ترضي تجوزي اخوك؟ ها؟ ترضي؟ لو انت ترضى تاخد؟ مش ممكن. لا، السادس اتجوزها ومات، والسبع ايه؟ اتجوزها ومات وما خلفش. القصة دي تحصل كام في المية؟ 0. ده ناس بتخطأ، ده ناس عندها فراغ، ده ناس لا عايزة تعيش ولا عايزة تفهم، دي ناس عايزة تعمل ايه؟ ردوا، هتعمل ايه؟ على فكرة كل ده ما همنيش، اللي غزني اكتر السؤال في القيامة، تبقى مرات مين فيهم؟ يعني اسم الصليب قضت عليهم في الدنيا وايه؟ ورايحة تخلص عليهم في الاخرة. شفتوا المشغولية والسؤال؟ سيد المسيح لما لقي الناس دي بتقول كده، وطبعا جايين حاسين انهم قالوا السؤال الايه اللي محدش يسأله، السؤال العظيم، السؤال الفخم، السؤال الاكبر، السؤال الاهم، السؤال الاعظم، السؤال الاقيم، وهو سؤال بالنسبة للمسيح. قالها لهم صراحة، تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا ايه؟ ولا قوة الله. اساس السؤال كله غلط، اساس السؤال كله مش موجود، لان في الابدية لا بيجوز ولا ايه، ولا في ذكر ولا في ايه. صدقوني 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 صدقوني، محتاجين صنايعية. بقي عندنا مفزلكين ومحزلقين وعمالين تضيعوا وقتكم في أسئلة وكلام لا تبني ولا تساعد. عشرات الأسر تعبانة ومستنية واحد يحن عليها، يسأل عليها بالتليفون ولا يخبط عليها، محتاجين حاجة خدوا. مالكوا العدرة جاية تسأل عليكوا الرعاية والأبوة اللي الكنيسة بتعلمها لنا. محتاجين صنايعي يقعد مع حتة الخشبة الملولة ودية، يطلع منها مسبح يتعبد عليه الناس زي السامرية. احنا النهاردة بنتعبد بمين؟ ها؟ بالسامرية. مين السامرية؟ متطلقة 5 مرات وعايشة مع واحد بعقد عرفي. قدر المسيح يصنع منها مادة عبادة ومادة كرازة ومادة. عندنا انجيل السامرية، شوفوا بيتقري كم مرة، بنتعبد بكده. شاول الطرسوسي حلم جنزرة، حلم حسم جنزرة، قتل قال على نفسه مجدف ومضطهد وايه؟ ومفتري.
ازاي القديس العظيم حنانيا والقديس العظيم برنابا شجعوه وحملوا منه الرجل العظيم اللي الكنيسة بتتعبد في القداس بالبولس. بنتعلم البولس، عايزين خدام صناعية يقعدوا مع الشخص يصنعوا منه مسبح، يصنعوا منه مايدة، ربنا في ذهنه حاجات عظيمة. عندنا قديس عظيم استلم واحد اسمه موسى الاسود، عارفينه؟ مين؟ مين؟ قديس إيزيدورس. عمل ايه؟ طوائف كتيرة واخدة الفكرة بتاعت الخطايا المكتوبة وتحطوا خط دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه، ويقولوا ده فلان قال وده فلان قال. احنا عندنا مخطوطات بتقول مين اللي قال، مين اللي كان يكتب، قال له اكتب الخطايا وشاف الرؤية. هو بعمله كل ما يعترف بخطية تتكتب ويجي المسيح يعمل ايه؟ ها؟ يمسحها. وصنع من موسى الاسود واحد من كبار الآباء اللي بنتعبد بأقوالهم وبنصلي بأقوالهم وبنبشر بأقوالهم وبنقول للناس ليس خطية بلا مغفرة إلا التي بلا إيه؟ توبة. فين احنا؟ نعرف نقعد مع شخص، مرات نقعد مع شخص نعجده ونعصره ونتعبه، لكن ازاي يبقى عندنا بصلائيل اللي يمسك حتة الذهب اللي كانت الست بتستخدمها بطريقة مش حلوة عشان تبقى مثيرة، وتحط حتة الذهب دي علشان تبقى مثلا جزء من غطاء التابوت؟ ازاي يمسك حتة الذهب دي ويسيحها ويدقها ويرسمها جزء من الكروبين اللي فوق الايه؟ اللي فوق التابوت، او جزء من الصفائح، او جزء من الاكليل اللي حوالين مذبح البخور او مايدة خبز الوجوه. عايزين صنايعية، عايزين صنايعية. على فكرة عندنا ايات كتير، بس كيف نخلي الايات دي تتطبق؟ عندنا آيات عن الغفران وآيات عن البيت المسيحي وآيات عن أولاد الله وآيات عن الفرح المسيحي وآيات عن القداسة وآيات عن الطهارة وآيات عن الإيمان وآيات عن السماء، لكن عايزين خدام يمسكوا الأولاد في مدارس الأحد والبنات في ابتدائي وإعدادي وثانوي يعملوا إيه؟ يخلوا الآيات دي ها تتصاغ الأواني، والشباب دول الأولاد والبنات يتصاغوا كمصلين وكقديسين وكخدام وكرهبان وكراهبات وككهنة. يتصاغوا إزاي؟ عايزين البصلائيل، عايزين البصلائيلة، عايزين الشخص اللي يعرف يحول الخامة لإيه؟ ها؟ لأداة إلهية، لجزء من بيت الله، لجزء من الأواني المقدسة، لجزء من رسم الله للخلاص، رسم الله للعبادة. يبقوا أجزاء أجزاء من العبادة، سواء يبقوا مذبح. يعني مثلا الستات، في قطعة في خيمة الاجتماع كده، الستات جملة بصلائيل على جنب، خد يا بصلائيل. تفتش صنطة أي ست تلاقي فيها مراية، بس كان زمان المرايات إيه؟ معمولة منين؟ من النحاس المصقول. عارفين المراية بتفتح وتقفل واللي بتكبر واللي بتصغر؟ قبل الموبايلات يا أختي، سألي ماما لو أنت يعني لسه صغنطت. ها ماشي، ها المراية. راحوا لموا كل المرايات اللي عندهم الستات، وراحوا مدوا المرايات كجزء من النحاس لبصلائيل. قالوا اسمع بصلائيل، نعم احنا عايزين دايما الستات كده يحبوا حاجه مخصوصه بتاعتهم، هم دايما دايما الستات تحب كده، احنا عايزين قطعه في خيمه الاجتماع بتاعت الستات.
قال له ايه؟ قال له خد المرايات دي كلها، ايوه، واعمل لنا منها مرايه واحده، المرحضه النحاس بالقاعده بتاعتنا، تبقى القطعه دي بتاعتنا احنا. وصار لها معنى رائع، ان لما اجي اطهر نفسي واغسل ايديا اطهر نفسي ازاي؟ ما طهرش نفسي بحسب اللي انا شايفه طاهر واللي انا مش شايفه طاهر، خلاص مش ببص في مرايتي واعمل دي كده عشان عجباني كده، واعمل دي لورا عشان عجباني الورا، لا، ابص في المرايه الواحده اللي هي مين؟ سيره المسيح، واطهر نفسي في سلوكيات المسيح، كما سلك ذاك يسلك هو ايه؟ ها؟ بقيت لنا مراية واحدة، لغينا المرايات الشخصية، أنا أقول أحب فلانة وفلانة دي ما أحبهاش، المسيح يقول تحب حتى أعدائك، خلاص، لينا مراية واحدة، وبقينا بنسلك عليها. فين ده؟ فين اللي يقدر يجمع آراء المختلفين مع بعضيهم ويعملهم رأي إيه؟ ها؟ واحد يكمل إيه؟ ها؟ يكمل بعضيه، ويبقى الرأي دوه هو رأى الروح القدس وإيه؟ ها؟ ونحن فين الكلام ده؟ عايزين البصلائيل اللي فينا، عايزين البصلائيل اللي فينا، اللي يعرف يشغل الستات. تعالي انت بتشتغل ايه؟ انا بطرز. وانت بتشتغل ايه؟ انا ليا في الذهب شويه، ممكن اعمل بخيوط ذهب. وانت وخلاهم ينسجوا ايه بقى؟ ينسجوا الخيمه الشقق الجميله ويطرزوها، وينسجوا ملابس الكهنه ويعملوها، علشان يبقى الكاهن هو داخل ده صوره الله. ازاي نعمل الكلام ده؟ ازاي نتحول لصنايعيه بنحس ان احنا نخرج الرسم الالهي؟ عايزين مصر تعيش حسب رسم الله، عايزين العبادة بتاعتنا تمشي حسب رسم الله. طب الرسم عندنا في الإنجيل وأقوال الآباء، وعندنا شعب وشباب زي الفل، عايزين الأشخاص الصنايعية اللي يحولوا الطاقات اللي طلعة، ولاد وبنات وأسر وعائلات، يحولوهم للرسم الإلهي علشان يمشوا حسب النسق الإلهي ويدخلوا إلى المحضر الإلهي. مين ده؟ بصلائيل ابن أوري. بصلائيل ابن أوري، يمكن يكون ربنا سطمك في حياة كتيرة في الدنيا وسابك تتعبي في شوية ألم وشوية أحزان وشوية أمراض وشوية مشاكل، وتعزلت من مكان لمكان، وجيت في كذا سكة وتعلمت شوية حاجات، زي ما ربنا سمح لمين؟ ها؟ لبصلائيل، عشان يملاك من روحه حكمة ومعرفة وفهم وكل ايه؟ ها؟ وكل صنعة، عشان تنفع النهاردة تشتغل وتعمل الرسم الالهي. طب واهل اياب ابن اخي سماك؟ ده شخص هيساعده. اخي سماك يعني اخي عضد وعون. طب واهل اياب يعني خيمة اب. علشان نقدر نبقى نعمل خيمة الاب، محتاجين اللي يعين واللي يعضد واللي يسند، محتاجين نبقى مع بعض، نكمل بعض ونسند بعض ونأيد بعض. عندنا مشكلة دلوقتي، كل واحد يقوم يبني، يجي اللي بعديه يهد اللي بناه ويبتدي بقى مبنى جديد. ما عندناش احنا الكلام ده. ايه الفرق بين الموضة والبناء؟ الموضة تطلع البدلة ثلاث زراير، بعديها بدلة زرارين او زرار، يبقى الموضة القديمة مالها؟ ها؟ تلاقي البدلة نفس الماركة والخامات النظيفة، بدل ما هي ب2000 3000 5000 جنيه نزلت بقت ب200 جنيه، موضة ايه؟ ردوا علي. لكن ايه الفرق بين البناء بقى؟ البناء ببني دور وببني فجيل ايه؟ ها؟ حياة الروحية مش موضة وبتقدم، لكن ده دور وببني عليه ايه؟ ها؟ دور تاني. كنيستنا مش عقيمة، كنيستنا كنيسة قديسين. احنا فيكو ناس حضرة الانبا البابا كرولوس، مش كده؟ عندي صورة ابيض واسود، ابويا شايلني والبابا كرولوس بيرشمني بالصليب بيصلي وانا طفل صغير شايلني. النهاردة في مذبح باسم ايه؟ كنيستنا زي ما ولدت قديسين زمان بتولد وهتولد لغاية ما يجي مين؟ فيها قديسين، مش موضة بتطرد موضة، لكن بناء دور فوق ايه؟ يجي اهل اياب ابن اخي سماك يعضد بصلائيل ابن اوري مع كل حكيم القلب وكل من انهض قلبه، نجوم علشان نحول الرسم الهندسي
والإمكانيات للرسم الإلهي، ويتعمل خيمة للعبادة حسب رسم وعطية مين؟ ربنا لينا. اعمل من ابنك مذبح، اعملي من بنتك مائدة خبز وجوه، اعمل من صاحبك منارة، اعملي من صديقتك مذبح للذبائح، اعمل منه عمود، اعملي منها ستارة. الخامات كتير وانواعها كتير، اللي صوته حلو واللي فكره حلو واللي مقبول اجتماعيا واللي ربنا بيديله القدرة على كسب المال، ففي المعطي ففي العطاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. كلنا عندنا ربنا مدي كل، مفيش حد ربنا مدهوش موهبة. عايزين ناخد الخامات دي بدل ما يستخدمها العالم عشان يعمل الأشياء بتاعته في بره. ربنا يخلي عندنا كذا بصلائيل وكذا بصلائيلة ياخدوا الخامات وياخدوا الرسم الهندسي، ويفضل ربنا يشكلنا من خلال بعضنا البعض علشان نبقى بيت ربنا، مقدس ربنا، العبادة الحقيقية. شكلوا فيهم المحبة، شكلوا فيهم الصلاة. على فكرة مهم انك تصلي في المخدع ومحدش يشوفك تدخل تصلي جوه، لكن لازم تفتح الكتاب المقدس وتمسك الإشبية وتصلي قدام ابنك وحفيدك. ليه؟ الطفل ما بيتعلمش كده، الطفل يتعلم بالقدوة. ياما أطفال وياما شباب النهاردة بيقول جده مات، تيتا ماتت، لكن عارف من ساعة ما مات أنا بحب تيتا وبحب جده. أنا شفته كنت دايما يقرأ في كتاب مقدس يلبس النظارة ويقعد يقرأ، من ساعة ما تنيح وأنا قررت إكراما لجده وإكراما لتيتا أعمل زيه وأقعد أقرأ. إيه أعمل كده؟ اعمل كده. في حاجات لازم تعملها سرا، وفي حاجات لازم تعملها عشان تبقى قدوة لمين؟ للآخرين. شكلوا أولادكم وأسركم وعائلاتكم بتشكيلات الله عشان نقدر نعيش العبادة الحقيقية. ربنا يدينا بركة بصلية.